حطيتش تاني. والزميل احمد سمير معاه واحد من لاعيبه النادي الاهلي عشان تشوفوا قد ايه النادي الاهلي ما بينساش حد. كابتن احمد رؤوف واحد من مهاجمي النادي الاهلي اللي ساهموا ايضا في مشواره الافريقي مع الزميل احمد سمير. اتفضل يا احمد. صحيح الاهلي ما بينساش حد لانه الاهلي ما يتنسيش، وكابتن احمد رؤوف كان واحد من نجوم النادي الاهلي واللي كان ليه اسهامات وبصمات في مشوار النادي الاهلي خصوصا افريقيا، وحاليا طبعا في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. خليني ارحب بيك كابتن احمد، مساء الخير ومبروك طبعا كاهلاوي الاحتفال بالنجم العاشر النهارده. طبعا سعيد ان انا النهارده متواجد طبعا في الاحتفاليه الكبيره دي، وبشكر حضرتك طبعا على الكلام الجميل ده. طبعا النادي الاهلي عمره ما بينسى ابنائه، بالدليل ان احنا كلنا موجودين النهارده في الاحتفاليه العظيمه دي. حاجه بصراحه حاجه في منتهى الشياكه، حاجه في منتهى الاحترام. ايه اكتر حاجه عجبتك النهارده؟ لقطه محمد ابو هيبه الله يرحمه، محمد عبد الوهاب، وتكريم والدته. ايوه لا حاجه يمكن يعني الناس طبعا كل الناس اللي ما عنديش شك اللي كانت موجوده هنا واللي موجوده وبتتابع من خلال شاشه الاهلي استمتعت بكل التفاصيل، لكن حتى يعني حاله التسقيف والناس اللي وقفت على الكراسي. لقطه مؤثره في لقطه. طبعا هو ده النادي الاهلي. ايوه هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي ما بيش بينسى اي حد من ابنائه. شوف محمد عبد الله يرحمه ذكرات كل سنه بنحياها في النادي، لقطه معبره، لقطه فعلا بتبين عظمه النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. حتى النهارده ما فيش حاجه يعني متسابه للصدفه، كل حاجه منظمه تنظيم على اعلى مستوى. حاجه مشرفه بصراحه. يعني قول لي احساسك ايه كان انا مش عايزه يعني افصل بينهم بس لازم اخدهم كده كومبو زي ما بيقولوا بالتسعه والعشره بعد يمكن سبع مواسم عانى فيها الاهلي عشان يوصل للقب المفضل عند جماهيره البطوله الافريقيه. النادي الاهلي ما بيشبعش، يعني يمكن لو 50 بطوله في السنه هناخدها. هو ده النادي الاهلي ودي عظمه النادي الاهلي، واي لعيب بيجي النادي الاهلي بيتطبع بطباع النادي الاهلي. أيوة. احنا كل واحد فينا لاعب في النادي الاهلي جايين على هدف واحد، البطوله، ان انا ابقى رقم واحد، وده النادي الاهلي. الف مبروك مره ثانيه، بشكرك على وجودك معانا كابتن سعيد، نورتنا وشرفتنا. شكرا شكرا. مع حضراتكم طبعا متواصلين ونجوم الاهلي هنا كتير جدا، فبالتاكيد هنرجع لكم على لقاءات ثانيه.